مساء الخير عليكم حبيباتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، تكونوا بصحه جيده، وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. كما كتشوفوا حبيباتي الغاليات، مازلنا في سلسله الطلبيات. اليوم ان شاء الله عندنا طلبيه خاصه بمقروض المقله. وانا كنت درت لكم ديجا زوج تاع وصفات تاع مقروض المقله، ولكن هذا الفيديو اللي حطيتهم لكم صافي ديجا راني 3 اون 2 اون اللي حطيتهم. اليوم غادي نحط لكم وصفه، نعاود نجدد لكم الفيديو باسكو بزاف اللي طلبوني على وصفه تاع المقروض المقله، قال لك راهي تفتت لنا حتى دوك يخرج ليا. بس المهم غادي اليوم نعطيكم وصفه ناجحه 100% وطريه، والاهم من هذا الشيء انها ناجحه وما تفتتلكش المقله. البنات كيما راكم تشوفوا السميد اللي راني خادمه به هنايا، هذا النوعيه النصف الغليظ، النوعي المتوسط نصف الغليظ، راني خادمه بعمور ولا تخدموا بموله تاع لابواط ماشي تاع الميزان. هنا الكميه اللي راه عندي كما كتشوفوا، هنا عندي 2 كيلو تاع سميد، 2 كيلو تاع سميد، ويلا عبرتو بالكيله كيما هنا راه 6 كيلات. الكيله اللي عبرت بها هذه الكيله تاع الحريره، غرفيه تاع الحريره، هذه ما كاينش اللي ما عندهاش في الدار هذه الغرفيه، ها هي هذه نعبر بها 6 غرفيات تاع سميد. هنا عندي غرفيه كما راكم تشوفوا ناقصه منها 2 اصابع تاع فارينه. هنا السر نتاع المقروض تاعي هو الفرينه، هو اللي ما يخليليش المقروض يتحلي في المقله. من هذه المناسبه نطلب الرحمه للوالده تاعي اللي هي الام اللي ربتني وجداتي وحبيبتي ونور عينيا الله يرحمها ويوسع عليها، وان شاء الله ان شاء الله تكون من اهل الجنه. هي اللي عطاتني هذه الوصفه، وانا دائما هذه الوصفه نديرها صدقه جاريه على ميمتي ربي يرحمها، اللي وصتني وقالت لي ديما تقول لي كي ديري طلبيات نتاع المقروض بنتي ديما زيدي دوك الحبيبات، كانت تقولها لي كيما هكا تقول لي صدقه عليا، واللي تعطيه الوصفه تقول لي تطلب لي الرحمه وتقول لي ربي يرحمني ان شاء الله، ولا لك توصيها لي دائما مسكينه كتقولها لي. المهم هذه الوصفه نتاع جداتي ربي يرحمها وميمتي ربي يرحمها، اللي ما نستغناش عليها وديما حاضره في الطلبيات، ديما حاضره في المناسبات، ديما حاضره في الاعياد. المهم هذه هي المقروض اللي ما نبدلاش طول حياتي. هنا كيما راكم تشوفوا عندي غرفيه ناقصه 2 اصابع من الفرينه، هي الفرينه قلت لكم هي اللي ما تخليش المقروض تاعكم يتحل. نفس الغرفيه نكملوا بها نفس المقادير، هنا قلنا 6 كيلات تاع فرينه، 6 كيلات تاع سميد. والبنات هنا كي توزنوا دوك 6 كيلات دائما تقوهم قد 2 كيلو تاع سميد مخيطه. هنا البنات غادي نديروا هنا باش يجيكم شباب المقروض ويجيكم بنين، تخلطوا ديك الفرينه كيما راكم تشوفوا مليح، دخلوها في السميد، لازم ما تكونش تبان هذيك الفرينه الطريقه. شنو نضيفوا عليها البنات؟ نضيفوا عليها ملعقه كبيره تاع فانيلا. الفانيلا هي اللي تعطيكم الذوق. شوفوا قداه انا ندير لافاني، لافاني تاع الميزان، انا كتا لافاني باش تعطيني ريحه شابه وامام طون تعطيكم داك اللون الذهبي الشباب. صاي البنات عندنا الملح، الملح شوفوا البنات الملح هنايا ماشي ديروا عليكم، لازم ماشي ديروا قرصه ملح، ديروا الملح كميه كبيره. علاش؟ المقروض تاعكم كي تقولوا لازم ما يجيش صامط، لازم كي تاكليه يجي سكري صالي، يجي بنات الملح وميم طون تجي الحلاوه تاع العسل صاي، باش نكاسو لو كو وميم طون يجينا كو شباب بزاف. هنا البنات الملح كي ديري تعرفي، هنا على قلت لكم عينكم ميزانكم، تخلطي كيما راكي تشوفي الملح وتزيدي الدوقي راسي سانك. الا شتي الملح هذاك هو سي بون، شتي ناقص ملح زيدي الملح. هذه هي البنات هذه اللي نوصيكم عليها واللي ديما نستعملها هنا في وصفه التوابل. نزيدوا البنات هنا شنو عندي؟ عندكم كل كيلو سميد مع 250 غرام تاع زبده ولا سمن. انا هنا شنو درت؟ هنا مرا عندي 2 كيلو تاع سميد، هنا درت 250 غرام زبده صول مع 250 غرام سمن المدينه، خلطت. ولكن غادي نزيدوهم الزيت دوك نقولكم كيفاش ديروا. باغ اكزومبل الا درتو 3 كيلات تاع سميد مع نص كيلة ولا ربع كيلة تاع فرينة، هذه في الكيلو تاع سميد 3 كيلات سميد ربع كيلة تاع فرينة، نضيفوا عليها نفس الكيلة هذيك اللي عبرناها نديروا 250 غرام زبدة سمن ولا زبدة دبري صانكم، ذوبوها تفرغوها في هذه الغرفية. هذاك الفارغ اللي يبقى لكم من الزبدة هذيك 250 هذيك تعمروها كاع زيت صاي وتفرغوها باش تجيكم سواسوا، باسكو نديرو حق الفرينة. كيما انا شنو غادي ندير؟ هنا راه عندي 500 غرام خليط ما بين زبدة دايبة و سمن المدينة دايب، هنا غادي نفرغو ديك الكيلة كيما راك تشوفو كاع حتى الفوق كيما راك تشوفو، فرغوها هنايا في القصعة تاعي، ونزيد نضيف عليها الكمية اللي بقات. شوفو قداش الكمية اللي بقات، هذا الفراغ اللي بقى غادي نعمره هنا زيت. صاي البنات فرغوه زيت باش تجيكم المقروض تاعكم يجيكم مفتول غاية. ها شوف هنا ما تخافوش الزيت لازم يجي مفتول باش يجيك الشباب المقروض تاعك. هذه هي
السر نتاع الوصفه تاعي يعني انا دائما نديرها كيما هكا ما يتفتت لك ما والو. شوف وهنا شنو نزيد ندير، ندير عطر نتاع المزهر. تبغي دير في القرفه دير في القرفه، تبغي دير في العطور نتاع اللي نديرهم في التمر ديريهم، يديروا في الغاز كيما تبغي. المهم نخلطوا مليح هذا السميد مع الزبده ومع مع المارغارين تاعنا مع السميد، ندخلوه مليح كيما راكم تشوفوا، خلطوه بيان كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. لازم تفتلوه مليح البنات، هنا كيما راكم تشوفوا نخلطوه مليح، ندخلوا الماء السميد مليح بين الاصابع تاعنا بهذه الطريقه، نحكوه بيان حتى نشوف الزبده كاع دخلت. هاي هنا شنو غادي ندير البنات، انا هنا راني نخدم فيه في الليل، غادي نغطيه بطرشونه ونخليه ليله كامله يتشرب، هو قد لي يتشرب قد لي يعطيك نتيجه شابه. البنات انا هنا شنو غادي ندير، غادي نغطيه ونخليه يريح، ونتلاقاو غدوه ان شاء الله باش نوريكم الطريقه اللي نخدمها به والطريقه اللي نقليها به، وتشوفوا النتيجه نتاع هذا المقرود. دوك مابقى غير نقول لكم نتلاقاو من بعد ان شاء الله. صباح الخير عليكم البنات، ان شاء الله صبحتوا بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا البنات غادي نكملوا المقرود تاعنا هنا بعد اللي صبحت وتقهويت وكاع، حنا غادي نخدمه معاكم كما راكم تشوفوا. الكميه اللي خدمتها معاكم في هذيك القصعه ما درتهاش كاع، هنا نقلعها قد زوج حفاين كما نقولوا في بسينه ولا في عفسه كما هكا. هنا عندي الغرس تاعي راني مفوراته ودارت لها العطور، دارت لها القرفه والكبابه والقرنفل، وعطرتها مليح كما راكم تشوفوا عجنته، ودرت على شكل ديفوده باش ما نغبش. عندي الطوابع اللي غادي نخدم بهم المقروط، انا المقروط كما الزبونه تاعي طلبتني بهذا المقروط تاع زمان، غادي نخدم لها بهذا وغادي نخدم بهذا. ملي دهنتهم بشويه تاع زيت، وعندي هنا كما راكم تشوفوا الماء والمزهر، ها هو باش نخدم به المقروض تاعي. دروك شنو غادي ندير البنات، غادي نخدم قدامكم هنا، تبعوني كيفاش غادي ندير. وهنا البنات شويه تاع سميت قلحتها فينك في غرفيه باش نفتل به المقروض، غادي تشوفوا الطريقه البنات. هنا غادي الصوره هي توضح على كلش. هنا شنو ندير، نرشوا كيما هكا المقروض تاعنا، انا المقروض هنا ما نخافش منه نكب الماء، وشوفوا كيفاش راني ندلك فيه بالاصابع تاعي بهذه الطريقه. ها شوف شغل تفتلوا فيه بصباحكم هذه الطريقه، ونزيد نرش عليه الماء والمزهر حتى تشوفوه جاري البنات، ما تخافوش منه. هنا لازم اللون يتغير نتاع المقرود، لازم تشوفوا الخليط تاعنا يولي ابيض صاي. هذه هو السر من اسرار المقرود، ما تخافيش منه، تقولي بلي صاي تعجل لي راه جاري ولا باسكو السميد يشرب. هنا الا شفتوا السميد تاعكم ما يشربش عرفوا بلي تفتت لكم. النوعيه تاع السميد اللي تشرب هي النوعيه الشابه. شوف شوف كي بدا يتقال في يديا وبدا. ها انا اش غادي ندير البنات، هنا غادي نخليه اي وحده دقيقه ولا زوج يزيد يشرب مليح، ونعاود نرشه رشه خفيفه ونبدا نخدمها معاكم. هنا بعد اللي خليته شويه شرب اش غادي ندير، غادي نحكم كميه بهذه الكميه، نحطها في دو بلون دو طرافاي بالطريقه، نرشو رشات خفيف نتاع المزهر هذه الطريقه في لو بلون. هنا شوفوا البنات انا درت كميه في الريسيبيون، رشيتها كاع بالماء، قد لي شربت عاود قلحت شويه، ها درتها في لو بلون دو طرافاي بهذه الطريقه. شوفوا تبعوني والله العظيم تبعوني كيفاش راني ندير تنجح لكم الوصفه. ها تحسوا هاك شغلها جاريه ما تخافوش البنات، شوف كراني نلم فيها. ها شوف هاي هنا نديروها على شكل بودة، طريقة طريقة سهلة واضحة، غير شوية تركيز وقلعوا ديك الرهبة، نحكموا التمر تاعنا نحطوه في الوسط بالطريقة، نبداو نغلقوا البودة تاعنا بهذه الطريقة. هنا استعملوا الكوبات، ساعدنا بزاف الكوبات في هذه المرحلة، سووها من الجهة الأخرى كما راكم تشوفوا.
قدو هذاك السميد اللي وخرناه هذا سوبودرو غير حاجه خفيفه ما تكثروش باش ما يجيكمش المقروض حرش بزاف. المقروض ديروا غير حاجه خفيفه باش يجيكم رمل. ها بصح كي تكثروا من داك السميد يجيكم قاصح. ها شوف بهذه الطريقه هي غير البودان الاول كي تبداو تخدموا فيه يجيكم شويه ثقيل ومن بعد صايط ولا نورمال. غادي نخدم بهذا الطابع انا اللي دهنته بشويه تاع زيت نرشمو الحبه تاعنا بهذه الطريقه. هنايا الزبونه الى حبتها غليظه ديروها لها غليظه، حبتها رقيقه كيما تبغي. ساهله مكاش حاجه اسهل من هذا الشيء. هذا تقدروا ديروا به هذاك المقروض اللي راه تاع الطابع يجي بريستيج، هذا كاين يجي بزاف شباب في المقله. نقطعوا هاد الزوائد بهذه الطريقه. هنا كيما راكم تشوفوا بعد اللي قطعت الزوائد باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف البنات. ها شوف سقدتها مليح بالكوبات منا ونبداو نقطعوا في الحبه تاعنا. حنا الزيت هنا رانا دايرينه يسخن، راني نقصت له ومخليته باش نقرو المقرو تاعنا. تبغوا تقطعوا بالخدمي كيما تقدروا ديروا بالكوبات كيما تبغوا، هنايا لكم الاختيار. انا صايولفت هاد الكوبات سي بورسان بغيت نخدم بها. وهنا الحبه كي تبغوا تقلعوها شوفوا كيفاش ديروا الطريقه، تجبدوا منا ترفدوا الحبه تاعكم تسقدوها هكذا. شوف شوف الحبه كيفاش تجي شابه وتجي متحوفه. ها تتحبى معكم. انا غادي نكمل هذا الشيء كاع لك تشوفي بدي الطريقه ونعاودوا نتلاقاو باش نقلوه مع بعض. وهنا كيما راكم تشوفوا البنات غادي نقلي معكم المقروط. هنا نديرها دائما في هذه الشبكه والزيت هنا تنقصوا له ما ديروش السخون بزاف، ما ديروش كيما نقولوا زايد في النار، نقصوا له ديروه موين. هنا غادي نقلي كيما راكم تشوفوا قدامكم. شوفوا هنا البنات ساعه ساعه طلع الصفايه، انا نبغي الصفايه باش ما يخسرليش من تحت وميم طون ما تقوليش تردي بالحبه يتحرق لك. هذا هو اللون اللي حبيته البنات. هنا البنات غادي نحطها في بلاطو ونديرها مباشره في الحسن وهو بارد. البنات انا هنا غادي نكمل كاع الكميه نتاعي تاع المقروط ونتلاقاو من بعد باش نوريكم النتيجه النهائيه تاع مقروط عن هاليوم. البنات انا مش باغي نطول الفيديو باش ما يجينيش طويل بزاف وتملوا منه. هذه هي البنات نتلاقاو مع البنات كيما راكم تشوفوا هذا هو الشكل النهائي تاع المقروط تاعنا تاع نهاريو. شوفوا خرج ما شاء الله، خرج متحوف الله يبارك. جيدو فلفل ما عندي ما نهضر فيه، ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه وتاكلوه بالصحه والهنا. هنا البنات بالنسبه للكميه اللي قطعها لي في 2 كيلو تاع في 2 كيلو تاع سميد نيشا في 2 كيلو تاع سميد قطع لي هنا 4 كيلو و100 غرام تاع مقروط مقلي. صاير البنات الكميه اللي تطيح في الكيلو كل وحده كيفاش، كاين اللي تغلظ الحبه وكاين اللي ترقق الحبه. اذا غلظتي الحبه تطيح لك 20 حبه حتى 21 حبه، اذا درتي الحبه شويه رقيقه تطيح لك 24 حبه حتى 25 حبه. هنا السعر اللي نبيع فيه الكيلو نبيع 80 في الكيلو، وإلا بحثوا بالحبه طيح لكم 300 حتى 305 الحبه على حسب الحجم تاع الحبه. إذا كانت الحبه كبيره تبيعوها 305، وإلا كانت حبه مليحه كيما هذه 300. هذه هي البنات هنا غادي نوريكم حبه تاع مقروط تشوفوها كيفاش خرجت دايره. مع السلامه باش تشوفوا مصداقيه الوصفه تاع نهار اليوم. وهذه البنات انا ننصحكم نطلب منكم غير حاجه اللي تجرب هذه الوصفه وتنجح فيها ما عليها غير تدعي بالرحمه الوالده تاعي، طلب لها الرحمه وان شاء الله تكون وصفه تربح عليكم ترزقوا بها تخدموا بها طلبيات وتنجحوا فيها ان شاء الله. وكل ما تخدموا وتبيعوا اطلبوا الرحمه لاميمتي، وكل ما تاكلوا اطلبوا الرحمه لاميمتي. والله صدقوني هذه الوصفه ناجحه وراني مجربتها في سنين ما نستغناش عليها. انا البنات غادي نوريكم غير هنا حبه نقسمها لكم باش تشوفوها كيفاش جات معسله. شوفوا البنات الخدمة يديرها قائدو، شوفوا شوفوا كيف خرج معسله من الداخل ما عندي ما نهضر. شوفوا البنات هاي راه هادو في الفم التمر ما عندي ما نهضر. شوفوا كيفاش راه طري شباب بزاف. هذه هي البنات ان شاء الله يا ربي تجربوا هذه الوصفه وتنجحوا فيها وتاكلوها بالصحه والهنا. دوك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم حبوباتي الغاليات. ما بقى لي غير نقول لكم اللي عندها كاش سؤال تحطها لي في التعليقات، وما تنسوش ديروا جيم وتبارطاجوا الفيديو اللي تاعو الفائده. ما بقاتش القناه تاعنا 100000 باش نوصلوا للدرع الفضي ان شاء الله ونحتفلوا مع بعض، باسكو هذه القناه ماشي غير نتاعي حتى نتوما تفرحوا بها وحتى نتوما بفضلكم بفضل ربي سبحانه دعمتوني وقفتوا معايا. نقول لكم شكرا بزاف وتهلاو في رواحكم، تلاقاو ان شاء الله في الوصفه الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.